يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم ايه يا جماعه؟ النهارده معانا يوم جميل جدا وكمان يوم خفيف كده، لكن في البدايه رحب طبعا بنوران ولا مساء الفل يا نوران، عامله ايه؟ مساء الجمال يا فاروق، عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كويس الحمد لله. حلو الحمد لله. عامل ايه في الحر ده؟ ايه الشياكه دي؟ ميرسي. الشياكه دي رمضان بقى، الواحد بيعيش نفسه اجواء رمضانيه حلوه يعني قبل ما يخلص. بالظبط كده. تمام. يمكن النهارده فعلا زي ما فاروق قال فقراتنا هتبقى مختلفه جدا وخفيفه ومتنوعه، ويمكن اخر فقره كمان بالنسبه لي بتبقى مميزه جدا لان هي بتبقى مفيده مع يوسف اسامه، هيكلمنا النهارده عن مسجد الرفاعي. وطبعا كلنا كنا عارفين مسجد الرفاعي ده انه هو بيطلق عليه او بيلقب بانه مقبره الملوك والامراء. هنعرف يعني ايه سر التسميه لمسجد الرفاعي وتفاصيل كتيره جدا عن المسجد ده في اخر فقره معانا مع يوسف اسامه، استنونا. عظيم جدا. طيب بصوا يا جماعه، يعني دايما رمضان مرتبط معانا يعني بطقوسه، دايما كمان الذكريات بتاعتنا واحنا صغيرين موجوده في دماغنا، كل حاجه ممكن في رمضان مختلفه هتلاقيها دايما معانا موجوده. صح. لحد ما هنكبر نفس الكلام برضو، رمضان ليه طقوس وذكريات لكن مع الفنانين، ويمكن مش احنا اللي قلناها، هم اللي قالوها وحكوها في اكتر من مناسبه واكتر من حوار صحفي قبل كده. يعني مثلا على سبيل المثال كان الفنان العظيم طبعا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان بيحكي مثلا قصته عن ذكرياته في رمضان زمان كانت عامله ازاي. فمن ضمن المرات قال ان انا يعني طبعا انا من عوايدي ان انا دايما بنزل اصلي الفجر في رمضان بشكل مواظب عليه وبيستمر عليه، وكمان كان متعود ان هو يعني بيأذن في الجامع. كان هو صح. دايما بيقيم الصلاة برضو في الجامع، وكان دي من ضمن الحاجات اللي كان متعود عليها ان هو يعملها طبعا موسيقار الأجيال، وفضل يواظب عليها لحد طبعا يعني متوفى الله. وده يمكن اللي تم نشره بحسب يعني تقرير صحفي كانت عمل في مجلة الكواكب، كان في 15 مارس 1960. يمكن فعلا خلال شهر رمضان كلنا سواء الناس العادية أو الفنانين بيبقى عندهم طقوس رمضانية يحبوا قوي إن هم يعملوها تحسسهم بالأجواء الرمضانية، زي ما أنا كده مثلا لابسة قفطان عشان أحس إن أنا في رمضان. أشكال مختلفة غير الأيام العادية. أكتر حاجة بنحب نعرفها قوي فعلا هي حياة الفنانين في رمضان بتبقى عاملة إزاي، زي طبعا مجلة الكواكب وفاروق قال إنه الموسيقار الأجيال طبعا الفنان الكبير محمد عبد الوهاب كان عنده طقوس معينة إن هو يحب يأذن. كمان معانا مجموعة من الفنانين هنقولها لكم خلال الفقرة دي، زي مثلا الفنان يحيى شاهين كان على المسرح يمكن الفترة زمان أيام الأبيض والأسود، كان المنتشر والسائد أكتر هي المسارح الفنية، وكانت العروض دايما بتبقى بالمجان، غير أو دي بديلة عن المسلسلات الرمضانية اللي دلوقتي انتشرت بشكل كبير جدا وبقت بتعوضنا بفنها في أجواء رمضان. يحيى شاهين بقى وهو طالع على المسرح كان حصل موقف طريف جدا معاه، انه كان شايل سيوف كتير وكان بيأدي دور انه جندي يعني، والسيوف دي كلها وقعت منه على المسرح واتكعبل. ساعتها معرفش يعمل ايه قدام الجمهور فارتجل وقال للناس معلش سامحوني اصل انا صايم. يمكن الوقت ده الناس كلها ضحكت وتقبلت الموضوع بشكل كبير جدا، لكن مدير الفرقه يا فاروق شايف ان الموضوع ده خارج عن المألوف وانه ده خرج عن النص وما ينفعش، فخصم له 3 ايام من مرتبه لانه في التزام بالنص يبقى لازم تلتزم فيه، ما ينفعش ترتجل. لكن دلوقتي الارتجال بقى صفه على المسرح مميزه جدا، كل النجوم ترتجل حتى في المسلسلات الكوميديه. بص يعني كل زمن وليه شكله وليه وقته في كل حاجه حتى في تفاصيله. يمكن طبعا نجومنا الكبار كان دايما كل حاجه واخدينها بشكل يعني حازم جدا، بالنسبه لهم الفن طبعا هو اللي كان بيعبر عن يعني المجتمع، وكان هو دايما واخدينه ان هو ده الاساس بتاعنا الفن يعني. طيب برضو من ضمن الحاجات يا جماعه يعني الجميله جدا والطريفه كانت برضو على لسان سيد مكاوي رحمه الله، وطبعا سيد مكاوي من اكتر الناس اللي الواحد اتربى عليه، وطبعا كل الاغاني بتاعته عايشه معانا لحد النهارده، حتى كمان في رمضان اصحى يا نايم وحد الدوق دايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم سحراتي. كان برضه سيد مكاوي نوران كان ليه موقف يعني طريف جدا، ان هو كان بيحكي ان هو المفروض كان عليه يعني مبلغ كبير من الضرائب حوالي 40,000 جنيه، وقتها طبعا يعني اخذ الموضوع بطريقه يعني في نوع من انواع السخريه اللي هو دايما المعهود عليه في الاذاعه، وطلع وجه كلمه
وقال يعني يا رب تعفو عني لان احنا في شهر كريم يعني عشان خاطر يعني الضرايب كانت زاد عليه في الوقت ده حوالي 40,000 جنيه. وقالها برضو بروح الدعابه يعني، والناس كلها كانت وقتها يعني هو احنا بنقرا التقارير دي الناس كلها ضحكت يعني ان هو واخد الموضوع بنوع من الضحك يعني، لان هو الضرايب كان 40,000 جنيه ساعتها كان كتير، رقم كبير، رقم كبير جدا. طيب كمان كانت من المواقف الطريفة جدا في أيام رمضان، أيام زمان، أيام نجومنا الكبار، كان الفنان الكبير طبعا والمؤلف الموسيقي محمد فوزي، الملحن العظيم اللي أنا بحبه بشكل شخصي جدا، وما ينفعش يجي رمضان ما نفتكرش أغاني محمد فوزي وتحديدا هاتوا الفوانيس يا ولادي، يمكن احنا لحد دلوقتي بنسمعها. كان حصل موقف طريف قوي في ليلة من ليالي رمضان يا فاروق، وهو رايح طنطا يحيي حفلة هناك، حصل ان هو حصلت خناقه في الشادر اللي كانوا بيعملوا فيه الحفله، واتضرب يعني الخناقه دي قامت وناس ضربت بعضها، وهو واعضاء فرقته اتعوروا واتضربوا برضه واتصابوا، واليوم باظ. وساعتها هو بيحكي على في برنامج من البرامج بتاعه زمان، بيقول المذيع بيقول لها واحنا للاسف ما لحقناش حتى نتسحر وسيبوا الراحه علينا. يمكن كانوا نجومنا بيقولوا المواقف الطريفه دي وكانوا بيوصلوها لنا بشكل كوميدي جدا، بس برضو بنوع من الرزانه والهدوء والرقي. بصي برضو كمان يعني من ضمن الفنانين اللي كانوا دايما في ثوابت عندهم في رمضان، سواء كان في السحور او في الفطار، كان دايما بيتجمعوا، وكان من ضمنهم طبعا الفنان الكبير الراحل جورج سيدهم. جورج سيدهم كان دايما يعني ما ينفعش عدى رمضان غير لما يبقى يعني اصحابه كلهم متجمعين حواليه في الفطار وفي السحور، وكان دايما دي من العوائد بتاعتهم ان هم يعني يكونوا متجمعين في الاوقات دي، وطبعا احلى الذكريات دايما بيفتكروها لما يكونوا مع بعض في اوقات رمضان. ويمكن كمان هنا بيوضح بشكل كبير يعني ان احنا الحمد لله العلاقه ما بيننا وبين بعض سواء مسلمين او مسيحيين طبعا إخوة، وفي الآخر خالص يعني في رمضان مش فارق مين بيفطر عند مين أو مين بيتسحر عند مين، في الآخر إحنا واحد الحمد لله. مش بس جورج سيدهم، كمان الفنان جورج بشارة وكيم كان بيعمل برضو عزومات كتيرة جدا لزمايله الفنانين، وكانت الناس ساعتها بتستغرب، بيقول يعني بشارة وكيم بيعمل العزومات دي، فلا ده ما بيدلش غير على الوحدة اللي ما بيننا كمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فعلا زي ما كنت بتقول يا فاروق. يمكن كمان شهر رمضان على مر العصور هو فرصة للسيدات بقى والناس اللي بتحب تحافظ على وزنها إن هي تعمل دايت، تقلل من أكلها شوية وتعمل نظام غذائي صحي. كانت المشهورة بالموضوع ده قوي الفنانة ليلى فوزي، الفنانة الجميلة ليلى فوزي، كانت تستغل شهر رمضان عشان تعمل فيه دايت وما تاكلش كتير وتحاول تحافظ على وزنها. زينا بالظبط يا بيجي رمضان كده بنحاول نظبط نفسها بالكنافه النوتيلا والبسبوسه، البسبوسه بالبندق جميله يعني نفس الموضوع طبعا يعني جميلة من الجميلات طبعا الفنانه. وكانت الطبيعة. على فكره مش بس كانت بتحافظ على وزنها في رمضان، هي كان معروف عنها ان هي بتحب تنام بدري جدا، ما بتعديش الساعه 12 الا لما تنام عشان تحافظ على جمال بشرتها ونضارتها وصحتها، وفعلا لحد يعني فتره قريبه جدا كانت محافظة على رونقها وجمالها وبرضو رشاقتها، كانت رشيقة جدا، فكانت دايما لما بتطلع في أي برامج كانت بتقول للناس على النظام الغذائي والحياة اليومية اللي هي بتعيشها بشكل صحي. برضو مرونة واحنا صغيرين كان دايما أهالينا كده إيه يعني وقت الفطار بالنسبة لنا أو وقت الصيام كان كبير جدا واحنا صغيرين، فكان دايما أهلنا عشان خايفين علينا يقولوا لنا ايه يعني خلاص المغرب اذن بدري يعني وقت العصر، فاهم العكس يعني. انا فاكره اللقطه دي واحنا بقى نفطر وناكل ونشرب والدنيا جميله جدا، وقتري اصلا كمان المغرب المفروض يعني بيبقى لسه بعديها بكذا ساعه، لكن في الاخر خالص دي برده من حاجات اللي الواحد يعني فاكرها لحد النهارده. كان بمناسبه الموقف ده كان في موقف برده حصل مع حد معروف برده بالنسبه لنا ان هو يعني اتقال له ان المفروض المغرب يعني بيبقى ليه شكل معين، وان في اضاءه المفروض بيكون موجوده على المأذنه، والمأذنه لما بتنور المفروض كده خلاص احنا عارفين ان خلاص الفطار ان احنا نفطر او الصيام خلص خلاص. ده اللي حصل مع مين بقى؟ بس هو حصل مع كريمان صح؟ بس حصل ايه؟ ان هي العكس، ان هي المفروض كانت يعني بتستنى لحد ما النور بتاع المأذنه ينور تطفي لا تنور ينور ولا تنور لما ينور لما ينور تنور
ايوه ما نورتش. ايوه ما نورتش. كنت صايمه. لا النور بتاع المأذنه ينور. المفروض هنا خلاص تعرف ان الـ يعني خلاص ان هي تفطر يعني. ففي يوم المأذنه ما نورتش. اه. ففضلوا مكملين بقى. اه. فاكتشفوا بعديها لما روحت البيت اكتشفت ان المفروض المغرب كان أذن يعني بعديها بساعه او ساعه ونص. فاكتشفوا ان المفروض المأذنه هي اللي ما نورتش، كان فيها مشكله يعني في الاضاءه. وفضلت صايمه هي. طب بالنسبه لعمتها ما قالتلهاش تعالي افطري؟ ما هو الناس كانوا طيبين بقى زمان، فالموضوع الموضوع كان يعني عادي. وفي الاخر قالت يعني دي من اكثر الفترات واطول الفترات بالنسبه لي اللي كان صيام فيها صيام يعني. لا ورجعوا اكلوا اكل كتير قوي طبعا، عوضوا عوضوا بقى. طبعا زي حالتنا كده، احنا اول ما الادام جدا على طول ما بنصدق. انا زمان وانا صغيره كنت بحب اصوم قوي يا فاروق، انا كنت لسه يعني ماليش صيام قوي. بتصوم قوي وانت كبيره حصل لك؟ بحب اصوم بس نص نص. لا يعني كنت وانا صغيره قوي طفله يعني، ان هو احنا كنا بناكل عادي، ما ينفعش اصوم. فكنت احب اصوم قوي، فكانت ماما تقول لي لا انت لسه صغيره ما ينفعش تصومي. اقول لها لا انا هصوم زيكم وانا مش هاكل. تمام. فكانت تعمل لي الفطار او يعني اكل سندوتشات وكده، اقول لها لا انا هصوم. تقول لي ايه؟ تضحك عليا زي كل الامهات، تقول لي طب صومي لحد الظهر. ماشي. اقول لها لا انا عايزه اصوم اكتر. تقول لي طب صومي لحد العصر. وتفضل تحط لي ايه بقى يا فاروق؟ احلى حاجه في رمضان قمر الدين، بسبوسه. وهي بتعمل يعني الاقيها محطه لي اطباق كده وبتاع عشان بتجريني عشان اكل. عشان ما افضلش مصمم. انا كان عندي 5 سنين يعني. اللي هو طفله ما ينفعش اصوم يعني هضعف. فكانت بتعمل كده، كانت تجريني. فانا اشوف لفه قمر الدين دي، عارفها اللي احنا بنعملها اللي بتتاكل دي، اللي هي انا بحبها، هي عارفه انا بحبها، كانت تقطعها لي تحطها لي في طبق. فانا خلاص اتغاضى، بقولها طب انا هصوم لحد الظهر واكلها. فكانت دي برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي بفتكرها كنت ببسط قوي، ان انا وانا صغيره كنت بحس انه اول ما رمضان يجي ده لازم كلنا نصوم، حتى لو انا لسه بيبي يعني عندي 4 سنين او 5 سنين. وانا بتكلم على الاطفال يا فاروق، على الاطفال مش كبار. بص دايما يعني ذكرياتنا في رمضان عمرها ما تتنسي. أيوه. وكل واحد طبعا اكيد بيتفرج علينا دلوقتي اكيد عنده كميه يعني ذكريات. طب انت ايه ذكرياتك برمضان؟ اكيد ما بتخلصش يعني الحمد لله. انا قلت لك حاجه انت بتضحك عليها. لا حتى دلوقتي برضو خلي بالك في الظروف اللي احنا فيها دي برضو بعد ان شاء الله يعني بعد كام سنه قدام هنفتكر ان دي كانت ايام برضو مرت علينا في رمضان بشكل معين. طبعا ايام صعبه شويه قاعدين في البيت، لكن لكن برضو ايام جت بشكل مختلف يعني. احنا اول مره نشوف حاجه بالمنظر ده وبالطريقه دي. انت عارف ايه الميزه؟ ان انا متابعه كل مسلسلات رمضان. ما دي احلى حاجه. لكن طبعا الواحد وهو صغير اكتر يعني كان ممكن احنا ارتبطنا بالتراويح يعني بدا من بدري قوي. كان دايما الواحد هو واصحابه كان دايما اول ما المغرب ياذن ونفطر نقعد شويه وبعد كده ننزل كان. نروح نصلي وبعد كده بعد التراويح بالنسبه لنا ده اليوم بتاعنا، الساعه اللي بعديها دي بتاعتنا. وطبعا الموضوع استمر بعد كده يعني بعد كده بقى لما كبرنا باشكال مختلفه. لكن رمضان هي اشكال مختلفه زي بقى لما كبرت عشان انت حكمت عليا. لما كبرنا وانا صغيره كنت بحب يعني مثلا على سبيل المثال ان ممكن مثلا احنا واحنا صغيرين بنتسحر في بيوتنا اغلبيه الوقت. لما كنت بتسحر انا واصحابي مثلا في وقت من الاوقات في بلكونه او حاجه عند حد من اصحابي ده حدث بالنسبه لنا. انتوا تتسحروا بره البيت؟ احنا في بلكونه بنتسحر مع بعض انا واصحابي. لكن دلوقتي احنا بنتسحر بره البيت قاعدين على قعده عربي او قاعدين في مكان ايا كان خيمه رمضانيه السنه اللي فاتت او اللي قبليها او طبعا بالنسبه لنا الموضوع جميل جدا. انت حاسه برضو باجواء رمضان وحاسه ان انت متجمعه مع الحبايب كلهم ان شاء الله. ان شاء الله الحاجات دي ترجع يعني. تاني السنه الجايه والمسحرات طبعا واحنا صغيرين الموضوع كان بالنسبه لنا يعني عمره ما يتنسي يعني. بص هي بالنسبه لي الفقره دي كانت نوستالجيا شويه كده، افتكرنا معاكم نجومنا الكبار المميزين نجوم الزمن الجميل وطقوسهم في رمضان. يمكن نحب كده كل فتره نتكلم عنهم لان هم يستاهلوا ان احنا نديلهم حقهم في الكلام والحديث عنهم. فقرتنا خلصت، هنطلع على فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات انبوكس، وهيبقى معانا الباحث الاسلامي يوسف اسامه وهيكلمنا عن مسجد الرفاعي.